قبل أن نبدأ الحديث عن أي شيء اليوم زميلنا علي العلياني المذيع الشهير في برنامج يا هلا يدخل القفص الذهبي، طبعا كنت أتمنى أكون موجود لكن هذا البرنامج والالتزام اليومي اللي فوت علينا مثل هالمناسبات الحلوة في برنامج كورة. نبارك لعلي العلياني، وعندنا بعض الصور كده السريعة اللي جبناها الليلة من الفرح الروتاني، خلينا نقول شوف كليب اهداء للعريس علي العلياني. ألف مبروك للعريس علي العلياني، إن شاء الله تكون يعني أفراح مستمرة له ولأسرته.